إخوة والأخوات، الآن غادي نطرح المسيرة ديالنا على بركة الله. غادي نديرو 6-6 على حساب القطاعات، وغادي تكون لافتة الشعار وين يكون في الأمام، وعندنا لجنة ديال الشعارات هي اللي مسؤولة عن الشعارات، والشعارات راها مكتوبة وهي اللي مسؤولة عن الشعارات، وأي شعار تهز من داخل تبعورة يتحمل المسؤولية اللي هزات الشعار هذا. ونتمنى الانضباط حتى نساليو الشكل ديالنا، وتحية نضالية عالية وأشد على أيديكم، وتنطلق المسيرة على بركة الله. غادي نديرو 6-6 نحسب القطاعات بهدوء بنظام وانتظام، وتحية لكم.